حالة من الترقب والقلق تسودان الأوساط العربية بشأن مصير الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة في المغرب. وسائل إعلام مغربية أعلنت أنه تم حفر ما بين 19 و30 مترا من أصل 60 مترا لإنقاذ الطفل ريان. ووفقا لوسائل إعلام مغربية تبحث السلطات المحلية عن الطفل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء مستعينة بجرافة منوهة إلى أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة وعالقا على عمق 35 مترا في البئر وأنه يعاني إصابة وجروحها طفيفة على مستوى الرأس.